بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في الليلة الأخيرة من ليالي برنامج كل يوم سيارة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وكل عام وأنتم بخير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعلى هذه البلاد بالأمن والأمان، وأن يحفظها من عبث العابثين، وأن يمن أيضا بالأمن والأمان على كافة بلاد المسلمين. ليلتنا بإذن الله تعالى ستكون ليلة مختلفة، سنسعد بمشاركاتكم واتصالاتكم، ما راح تكون عندنا أسئلة، راح نستقبل تهاني بإذن الله تعالى والكل سيدخل معنا بالسحب. كذلك الأسماء التي شاركت معنا خلال الأيام الماضية ولم يوفقوا بالفوز بسيارة راح يدخلون معنا الليلة بإذن الله تعالى، واللي شاركونا خلال الـ 24 ساعة أيضا راح يدخلون معنا بالسحب بإذن الله تعالى والفوز بأحد سياراتنا. وكما هو المعتاد في بداية كل حلقة تقدم بخالص الشكر والتقدير بعد شكر الله عز وجل لرعاة هذا البرنامج والذي كان لهم دور بعد الله عز وجل في أن يوصل هذا البرنامج رسالته، وهم شركة أرامكو السعودية الراعي الاستراتيجي لهذا البرنامج لمدة 6 سنوات، كل الشكر والتقدير لهم. وكذلك شركة الجبر وكلاء سيارات كيا بالمملكة العربية السعودية، ومجموعة الحبيب الطبية وموبايلي والخطوط الجوية العربية السعودية. كل سنة 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 وانتم طيبين يا عساكم سالمين. كل سنة كل سنة كل سنة كل سنة كل سنة كل سنة سالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. العيد عليكم مبارك وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. الله يوفقنا وياكم ويخليكم العين ترجيكم وتقبل الله من الجميع يا حي يا قيوم. اليوم نحن مثل ما قال أخونا وحبيبنا أبو فهد في الحلقة الاستثنائية، وبنسحب على سيارتين بإذن الله تعالى. يعني ما شاء الله تبارك الله، والناس اللي كانت تتصل خلال 24 ساعة وتسجل أصوات من مختلف أقطار العالم، عندنا اتصالات من الولايات المتحدة الأمريكية، من بريطانيا، من كندا، من البرازيل، من المغرب، من مصر، من 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 ما شاء الله تبارك الله. نقول الله يوفقهم ويسر أمورهم ويحفظهم، ونقول لكم جميعا الله يطعمكم من خيرها ويكفيكم شرها. لكن خلونا كالمعتاد نبارك ونهنئ لمن فاز معنا أمس في السؤال، ويطلع 3 بيدخلون في سحب اليوم. طبعا أمس وقبل أمس فايز تويتر هو فايز السيارة، ما شاء الله تبارك الله سبحان الله. أمس وقبل أمس مرتين يفوز، الآن 3 أسماء تطلع، وألف مبروك 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 لهم. كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم بخير. اما الفايز اللي بياخذ 1000 ريال اللي نقول احتمال يصير زي امس وقبل امس فاز مرتين ما شاء الله تبارك الله، كودنا نسمعهم اليوم وناخذ اتصالاتهم، بيطلع معنا ونقول مبروك 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 يستاهل. كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم بخير. كذلك نتواصل واياكم مثل ما قال ابو فهد، اليوم بناخذ ما عندنا اسئله ان شاء الله بصحه وعافيه ولا كورونا ولا وجع راس، لكن بناخذ اتصالاتكم، واللي فازوا معنا في الحلقات الماضية يكونون قريبين. كذلك الأختين اللي رشحنا أفلامهم أمس بتفوز واحدة منهم سيارة، يا الأخت منى أو الأخت سلوى. هم ثنتين فازوا معنا وتصويتكم ما شاء الله مشعل للدنيا. خلونا ناخذ الآن مجموعة من الاتصالات، أبدأ بالاتصال الأول. إذن ناخذ فاصل ونرجع وياكم ونشوف السيارتين المن. انتظروا. كل سنة كل سنة كل سنة كل سنة كل سنة كل سنة وانتم طيبين يا عساكم سالمين.
علي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا بعلي. يا هلا بك. كيف حالك يا علي؟ تمام. يا علي صحت بالصوت الرفيع، طيب ومرتاح؟ الحمد لله مرتاح. الله يطول عمرك. علي وانت يعني لا تنسانا اليوم، طريقتنا بتختار انت احد المتصلين اللي اتصلوا علينا خلال 24 ساعة، زين؟ تبي تبارك زين. لحدي علي؟ والله بارك للمسلمية وبارك للوالدين وبارك لكم انتم. الله يبيض وجهك. وتبارك للي بياخذ السيارة ان شاء الله. ان شاء الله. طيب الان عندك مجموعة من الارقام، اذا قلت انت عيد بنوقف، زين؟ اذا قلت كلمة عيد، زين؟ يلا ها، متى تقول عيد؟ ها؟ عيد خولة عبد الكريم عمريني بلاد القصيم. ما شاء الله، ممتاز. خولة العميريني من القصيم، دخلت معنا ونقول بيض الله وجهك يا راعي الرس. ممتاز ما شاء الله. واتصال ايضا جديد، ونقول السلام عليكم، من معانا؟ يا اخت هند. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساك الله بالخير يا هند. مساك الله بالنور. هند حابة تهدين احد، تعيدين احد الليلة؟ أهني أمي وأبوي والمسلمين. الله يخليهم لك يا رب. ويا هند الآن راح أيضا تطلع لك مجموعة من الأسماء، نقول لك جزاك الله خير، أنت دخلتي معنا السحب، وأيضا راح ترشحين أحد اللي شاركوا معنا بالاتصالات خلال الـ 24 ساعة، راح يدخلون أيضا معنا السحب. جاهزة؟ إيه. يلا إذا طلعت لك الأسماء قولي لنا وقفوا. يلا يا هند. وقفوا. وقفوا يا شباب. عبد المجيد محسن العشعوش رياض. ما شاء الله. ألف ألف مبروك لأخونا عبد المجيد، ألف مبروك ما شاء الله. ناخذ اتصال كذلك ومعنا حسين بشاير. بشاير حياك الله يا بشاير. الله يحييك. العيد عليك مبارك قبل الزحمة على قولتهم، كلكم القصيم ما شاء الله. علينا وعليكم. آمين. أنت دخلتي معنا في السحب، ورشي معنا أحد الأرقام اللي تشوفينها، قولي عيد ونوقف. يلا بسم الله. ان شاء الله. اصبري لين تشوفين. يلا. يلا. وقفوا. وقفوا. منيرة غملاس العتيبي. الرياض. منيرة بنت غملاس العقيلي. مبروك مبروك لها. واتصال جديد، واقول السلام عليكم، من معانا؟ يا ابرار. ايوه نعم. مساك الله بالخير وكل عام وانت طيبة يا ابرار. وانت بخير ان شاء الله. مين تعيدين يا ابرار؟ حابة عيد اهلي وكل المسلمين. يلا ان شاء الله باذن الله ايضا تتوفقين وتكونين واحدة من اللي تفوز بسياراتنا لهذه الليلة. راح يظهر لك اختي الكريم مجموعة من الاسماء، نباك تقولين وقفوا. ماشي؟ يلا يا ابرار، يلا يا ابرار. اللي من شوي كانها تتعرف الرقم. يلا يا ابرار. يلا يا ابرار. وقفوا وقفوا يا شباب. وطن طيري المملكه العربيه السعوديه جده. ما شاء الله، الف مبروك. معنا كذلك اتصال نوره، حياك الله يا نوره. الله كيف حالك يا نوره؟ العيد عليك مبارك. علينا وعليك. انت سبق يعني كم مره وانت تتصلين عشان تمسكين الخط؟ والله كثير كثير كثير. طيب خلينا نشوف. انا اللي بفقع البالونه اللي من شوي كانت تحفظ الارقام يا ابو اذا زين يا ابو بدر، اذا انفقعت البالونه طلعوا لنا الاسم. بسم الله. ها بسم الله بسم الله بسم الله، طلعوا الارقام. بسم الله. الاسم عبد الله حسن لعيسى. ونعم بالعيسى. ونعم ونعم بالعيسى. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تعقدنا يا ابو لا لا ما راح افجرها ما راح افجر البالونه. طيب. طبعا حقيقه انتهز هذه الفرصه ايضا بتقديم خالص الشكر والتقدير لكافه طاقم برنامج كل يوم سياره على المجهود الكبير اللي بذلوه الاخوان سواء كانوا في الرياض او بالقاهره، الاستاذ يسري، الاستاذ بهاء، الاستاذ وائل، كل الشباب اللي موجودين بالقاهره نقول لهم الله يعطيكم العافيه، بيض الله وجهكم، وما قصرتم. الشباب اللي موجودين ايضا خلف الكاميرات كذلك اتقدم بالشكر. يستاهلون يستاهلون. ايضا اتقدم حقيقه بخالص الشكر والتقدير لفريق الاعداد على راسهم الدكتور فهد البياهي،
اللي أشرف حقيقة على الإعداد للأسئلة ولإثرائيات الحلقات كلها، كل الشكر والتقدير. وكذلك الشكر موصول للأستاذة شروق العجروش مستشارة الإعلام الإلكتروني في وزارة الصحة، حقيقة جهد كبير بذلت الأخت معنا في تزويدنا أيضا في بعض البيانات والمعلومات وتسير بعض الأمور. كل الشكر والتقدير لجميع حقيقة من ساهم في هذا البرنامج. أقول الله سبحانه وتعالى ألا يحرمكم الأجر. واتصال جديد، وآخذ أخي حسن. السلام عليكم يا حسن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانت طيب يا حسن. وانت طيب بخير إن شاء الله تعالى. إن شاء الله أمورك حقة العيد كلها انتهت. الحمد لله. جاهزين إن شاء الله. إن شاء الله. من تعايد يا حسن؟ عايد أولا حكومة الرشيدة والشعب السعودي كافة وأمتين الأمتين العربية والإسلامية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا أعواما عديدة إن شاء الله. آمين آمين يا رب العالمين. أخوي حسن راح يظهر لك الآن مجموعة من الأسماء، قل لنا وقف وشوف مين ترشح معانا يدخل للسحب. طيب خير ان شاء الله. يلا يا حسن بدينا بخلق. وقف. يلا وقفوا وقفوا يا شباب. وديان صالح المرزوق السعودية الرياض. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. اذا اخونا وجيه من الرياض. يا جماعة الاصوات اللي قاعدين تسمعونها هذا الاخوان والاخوات اللي كانوا يتصلون على رقم البرنامج خلال اليوم، مثل ما كان يقول ابو عبد الرحمن اللي كانوا يتصلون الصباح والظهر ويقولون في ضغط على الاتصالات واحيانا ما يمسك، كان يطلب منهم الرد الالي انهم يسجلون اسمهم والمنطقة ورقم بطاقة الاحوال. الان الاخوان يصير في فرز واختيار عشوائي، الاصواتهم تطلع راح يدخلون معانا باذن الله تعالى بالسحب باذن الله عز وجل. وناخذ اتصال ومعنا. يا مرحبا يا مرحبا. عبد الكريم حياك الله. عبد الكريم هلا مرحبا اخوي. كيف حالك طال عمرك؟ بخير عساكم طيبين. كيف حالك؟ فصلت ثيابك وحلقته وامورك زينه؟ الحمد لله والشكر. تقبل الله منا ومنك. الله يتقبل منا ومنك صالح الاعمال. تبي السياره يا عبد الكريم؟ ان شاء الله. ما شاء الله اليوم القصمان كلهم سوقهم ماشي ما شاء الله، كل المتصلين من القصيم. الله يوفقنا وياكم ويسر اموركم. الله يجزاكم خير يعطيكم العافيه. الله يبيض وجهك. ويا مرحبا يا مرحبا. تطلع لك مجموعه من الارقام. قل القصيم. اذا قلت القصيم بنوقف زين. طيب يلا بسم الله. جاك الارقام. جات الارقام. يلا ها القصيم. القصيم عبد الله احمد المصطفى المملكه العربيه السعوديه مكه المكرمه. مكه المكرمه ما شاء الله. يا مرحبا يا ابو عبد الرحمن. لبيه يا ابو عبد الرحمن. اليوم ما شاء الله وش هالسياره، شوفوا شغل شغل مزينينها. وعيد سعيد جزاهم الله خير. الله يجزاه خير طبعا الشباب وعلى راسهم ايضا الاخ راشد الخرام جزاه الله خير. جهد كبير حقيقه يبذله مع الشباب. كل الشكر والتقدير للاخوان. واتصال جديد من معانا. يا نوره. الو هلا. يا اهلا وسهلا مساك الله بالخير اخت نوره. النور. وكل سنه وانت طيبه. طيبين ان شاء الله. من تعيدين يا نوره؟ عيد ابوي وامي. الله يخليهم لك. زوجي ابو عبد الله. ما شاء الله. الله يخليهم لك يا رب. وان شاء الله باذن الله تعالى انك تتوفقين وتاخذين السياره. قولي امين. امين امين يا رب العالمين. طالما اسمك نوره انا بعد بعايد الوالده نوره ام خالد اقولها مساك الله بالخير وكل سنه وانت طيبه. ان شاء الله. الله يعيد الوالده نوره. الله يجزاك خير ويبارك فيك. يلا يا نوره انت دخلتي معانا بالسحب ونبيك ترشحين لنا ايضا احد اللي شاركوا معانا. قولي لنا نوره عشان نوقف. يلا شكلكم انتم واقفين. يلا يا نوره. نوره 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 مسعود المدينه المنوره. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اليوم كلها نوره. هذه نوره بعد يا بعد. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. يعني احيانا التوافيق سبحان الله تجي. من قطر معنا احد الفائزات معنا. اي اللي فاز الظاهر انا مكلمها بعد. حياك الله يا اختنا الفائزة بالسيارة السابعة السهام من قطر. حياك الله يا اختي رجاء. حياكم الله على البركة. اول شيء الله وبركاته على البركة يا اختي. كيف الخبر يوم جات؟ اقول كيف شعورك يوم دريت انك فائزة بالسيارة؟ والله والله شعوري يعني كنت فرحانة كثير، ولكن
لكن أتوجه بالشكر لله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا. الحمد لله. الله، أنا آخر واحدة كنت بتصل بالحلقة وكنت أول واحدة بالسحب، فهذا رزق من الله سبحانه وتعالى ساقه إلي. ما شاء الله. وأتوجه بالشكر، أتوجه بالشكر لكل القائمين على هذا البرنامج، والله استفدنا منه معلومات صحية كثيرة. الحمد لله. الله يبارك فيكم، والشكر للداعمين لأنهم كرماء ونحن نستاهل. الله يبيض وجهك. وما شاء الله على هالأسلوب وهالطريقة والسيارة، ما شاء الله راحت الوحدة الموفقة. يلا يا أختي الله. الآن أنت نفسك بإذن الله عز وجل بتختارين وحدة، زين؟ يلا يلا خلنا نشوف. يلا يلا يلا، متى ما قلتي وقف بنوقف إن شاء الله. يلا قولي. يلا يا أختي قولي وقف. وقف سليمة مسلم العيري المملكة العربية السعودية منطقة الطائف. أيوة. ما شاء الله ما شاء الله طلعت الطائف ما شاء الله. الله يوفقنا وياكم كلكم. حلو حلو. إذا أهل قطر اختاروا لنا من الطائف، واتصال جديد، وأقول السلام عليكم. من معانا؟ يا ماجدة. هلا. السلام عليكم. قصري يا ماجدة، قصرينا على صوت التلفزيون الله يبارك فيك. ماجدة الجهني. يلا يا ماجدة. ماجدة قصري على صوت التلفزيون يا ماجدة. ماجدة ما يا ماجدة. نعم نعم. ماجدة قصري على صوت التلفزيون الله يسعدك. طلعت طيب قصرت. يلا قصرتي. كل سنة وانت طيبة أول حاجة. وانت طيب. تهنين أحد، تعيدين أحد يا ماجدة؟ الوالد والوالدة وأهنيكم. الله يخليهم لك يا رب، وعسى يا رب يرزقك هالليلة السيارة. قولي آمين. آمين آمين آمين. تقولها وهي يعني يا ماجدة. ماجدة نبغاك أيضا ترشحي لنا أحد اللي شاركوا عبر الاتصال، تظهر لك مجموعة من الأرقام، قولي لنا وقفوا بس. تجمعت خلق الله كلهم في السيارة يا خالد. يستاهلون. يلا يلا يا ماجدة. يلا يا ماجدة قولي وقفوا. وقفوا وقفوا. نور عبد الرحمن الدواس من السعودية الرياض. ما شاء الله ما شاء الله. مبروك العائلة الدواس. مبروك. يستاهلون ما شاء الله تبارك الله. ان حافلين قبل العيد يا ابو فهد. الله 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 ما يفتحش. انت وراك خط بعد اليوم. الله الله عسى الله ييسر يا رب. فيصل حياك الله يا فيصل. الله يسلمكم ويحييكم. انت ولد اخوي خالد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا يا مرحبا. انت ولد اخوي؟ لا للاسف. انا موعد واحد ولد اخوي قال ما يدري يكلم. والله عاد هذه نبي نحط تحتها خط يا ابو. لا لا فازع يا اخوي حرام عليك. بعد يقول بس تصل. ايوه حط تحتها خطين. شفت شلون شفت شلون. يلا يلا. تجيك السهايم وانت نايم. كيف حالك يا فيصل؟ حلقت وفصلت ثوبك وسويته وغطرتك وكلش؟ كل شيء جاهز الحمد لله. بقى السياره؟ باقي الله ان شاء الله. ما بقى الا السياره. الله الله. بتطلع لك مجموعه من الارقام، قل ابها، اذا قلت ابها بنوقف. زين؟ طيب طيب. يلا يلا يا راعي ابها. يلا يلا يلا. أبها. أبها نورة بن سعود البلوي المدينة المنورة. ما شاء الله, الله. البلوي خلاص البلوي معنا. في النهاية هي قسمة الله كاتبها، واحد يبي ياخذها. مين؟ الله العالم. واتصال جديد وأقول سلام عليكم يا مها. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. كل سنة وانت طيبة يا مها. أو أنتم طيبين. ما عادة الأخوات شوي بعضهم جزاهم الله خير يعني يتأخرون بتجهيزات العيد. عساك أنت أمورك كلها جاهزة؟ لا الحمد لله. الحمد لله كلش بالبيت وجاهز ها؟ أي الحمد لله. يلا الحمد لله. نقول عقبالك السيارة بإذن الله تعالى، وساهمي معنا أيضا بدخول أحد الأسماء. يلا تطلع لك الآن مجموعة من الأسماء، قولي لنا وقفوا. يلا يا مها. طيب. يلا. قولي وقفوا يا مها. وقفوا وقفوا. عائشة جنادي القنيسي السعودية دمام. ما شاء الله ما شاء الله.
أهل الدمام يا أبو عبد الرحمن، أنت مفزعهم. الله يستهلون يستهلون. يلا يا أهل الخرج. مهل. هلا بمهل، كيف حالك طال عمرك؟ حياك الله أخوي. تقبل الله منه ومنك الصيام والقيام وهالشهر والعيد المبارك إن شاء الله. يا حياك يا الله، يتقبل منه ومنك صالح الأعمال. شريتوا حلا وحر ضبطت أموركم؟ كل شيء على ما تحب يا ربي. وش أحسن عبارة تقولها في العيد يا مهل؟ كل عام وأنتم طيبين إن شاء الله. كل عام وأنتم بخير وصحة وسلامنا وسلامة يا حي يا قيوم. وبتجيك الآن مجموعة من الأسماء، رشح واحد معك بسم الله. يلا قل المدينة. ليه قلت المدينة؟ بنوقف. ها يلا 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 ها يلا يا مهل. المدينة. حازم محمد الحباني الخرج 1-0-3. ما تهنى يا والله جت على طول. لا والحقابين معروفين ما يحتاج هذا، بينه وبينهم نسب. جاك ما تهنى ما شاء الله تبارك. وقال لي الرقمة بعد الجوال على طول حبيب يبي الامور توصل. طبعا اخذ ايضا اتصال جديد واقول السلام عليكم يا اروى. اهلا وسهلا باختي الكريمة اروى. من وين تكلمينا يا اروى؟ من القصيم. من القصيم، اهلا وسهلا لكل اهلنا في القصيم. والله عندنا عدد كبير من السيارات راحت للقصيم. يلا ان شاء الله باذن الله تعالى تكون ليله من الليالي اللي تكون فيها السيارة لأهل القصيم. قولي آمين. آمين يا رب. آمين يا رب العالمين. تعيدين أحد؟ يعيد أمي وأبوي وإخوان أخواتي المسلمين كافة. الله يخليهم لك يا رب، وإن شاء الله تفرحينهم بالسيارة. آمين يا رب. وفي أحد قاعد ينتظر أيضا، يعني إن شاء الله أنك تدخلين السرور على قلبه. آمين. تطلع لك الأسماء قولي لنا وقفوا. يلا يلا بسم الله. يلا يا أختي يلا قول لنا وقفوا. وقفوا. عائشة محمد أحمد عسيري من السعودية من سكان منطقة أبها. ما شاء الله تبارك الله. ومعنا كذلك اتصال أخونا من الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. مبروك يا أختي أول شيء وعلى البركة السيارة. أنت الفائزة رقم 18 معنا. الله يبارك فيك. شكرا يا اختي شكرا. كنتي متوقعة انك تفوزين يا اختي؟ والله شوية. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الفال الطيب جيد وممتاز، الله يرزقنا وياك. وش تبين اللون يا اختي لو خيرناك؟ لون ابيض. ابيض، الله يرزقك ويسر امورك ويجعلها فاتحة بخير. وشعور شعور هلت واللي جنبك وش قالوا؟ والله لكل سعداء بيدعيكم. الحمد لله الحمد لله ان ننبسط جدا لكم. ورعاتنا ينبسطون وقناتنا تنبسط اذا يعني شاركنا الفرحه. أيه. اخواننا واحبابنا الله يرزقك يا اختي ووفقنا الله وياك. تختار رقم يا ابو بدر معنا لك. شكرا. تختار أيه. يلا اختاري قولي الجزائر ونوقف. يلا نعم. قولي الجزائر. الجزائر الجزائر. عبد الله القحطاني. عايض عبد الله القحطاني المملكة العربية السعودية الرياض. يلا جابت القحطاني الله يرزقك. طبعا حقيقة نكرر شكرنا دائما لرعاة البرنامج شركة أرامكو السعودية، الراعي الاستراتيجي لبرنامج كل يوم سيارة. 6 سنوات حقيقة كانوا شركاء معنا في هذا النجاح، أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمهم الأجر. وحقيقة شكرا لسعادة نائب الرئيس لشؤون أرامكو السعودية الأستاذ ناصر النفيسي لدعمه للبرنامج وتبنيه فكرة برنامج كل يوم سيارة اللي هي أحد برامج المسؤولية الاجتماعية. تنقلنا من السلامة المرورية إلى المعرفة، انتهينا هذا العام في تعزيز مفهوم الصحة. حاولنا من خلال برنامج كل يوم سيارة أن نقدم معلومة يستفيد منها مشاهد قناتنا قناة المجد الفضائية اللي لهم حق حقيقة كبير علينا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا في هذا البرنامج. يعني نقول احنا نجتهد صح والباقي عاد على الله عز وجل. المشاهدة قوية كم وصلت؟ انت متحفظ واجد يا ابو فهد عليها كم تقريبا؟ احنا يعني حقيقة في البحث سواء في النت او في تويتر او في شيء سمعت الرقم فلكي ما شاء الله. يعني احنا حقيقة الحمد لله بتوفيق من رب العالمين حقيقة بتكاتف الجهود كافة احنا تخطينا فوق 71 مليون ما شاء الله من خلال المتابعة بالتويتر.
واعتبرنا هذا هو أحد المؤشرات. جميل. حقيقة نقيس فيها تفاعل الجمهور ويانا. جميل. وحقيقة مهما قدمنا لجمهورنا ما راح نوفيه، لكن اللي أقول إن إحنا مستمرين معاكم بإذن الله عز وجل. لا تبعدون يا جماعة، فاصل ثم نواصل. كل يوم كل يوم كل يوم سيارة، كل يوم كل يوم كل يوم سيارة، كل يوم كل يوم كل يوم سيارة، كل يوم كل يوم كل يوم سيارة. بعشر ريال بس قدم الخوية 100 ريال هدية. خوية انبسط وضم الفريق حارتهم، وبالحظ جاب جول خطير واشتهر كثير، وفي استديو رياضي استضافه وتعرف على ماجد عبد الله صالح النعيمة، وبكذا زادوا احبابه. ارسل 10 10 الى 1100 وقدم 100 ريال لمن تحب هدية مع 10 موبايلي. كثر حبايبك. العيد أقبل باسما نشوانا، واستبشرت بمجيئه دنيانا، حتى الشوارع والبيوت كأنها فاقت إليه ورفرفت تحنانا. اللي يتنطط ويتغير عليك ما يستاهل تلبسه. سروال دروش الجديد بجودته العالمية، نعومة وراحة ومغاط من أجود الخامات. سروال دروش، جودة ما تتغير. يمكنكم الاشتراك او تجديد الاشتراك في قنوات المجد عن طريق احد فروع الحداد للاتصالات المنتشرة في جميع انحاء المملكة. لمزيد من المعلومات نسعد بخدمتكم على الرقم 011-225-7777. شبكة المجد، القنوات الامنة للاسرة. محمد بعشر ريال بس قدم الخوية 100 ريال هدية. خوية انبسط وضم الفريق حارتهم، وبالحظ جاب جول خطير واشتهر كثير، وفي استديو رياضي استضافه وتعرف على ماجد عبد الله صالح النعيمة، وبكذا زادوا احبابه. ارسل 10 10 الى 1100 وقدم 100 ريال لمن تحب هدية مع 10 موبايلي. كثر حبايبك. للوقاية من حمى الضنك اتبع الاتي. الحملة الوطنية لمكافحة حمى الضنك، عينك عليها. صالح الأعمال. نلتقي أيادنا كل عام بثبات نحو خير نحو مجد. يا هلا ويا مسهلا، حياكم الله. رجعنا لكم بعد هذا الفاصل، ما زلنا مستمرين معاكم، ومثل ما قلنا لكم بإذن الله تعالى راح يكون عندنا سحب على أو تحديد أي الفيلمين اللي فازوا، اللي شاركت الأخت منى والأخت سلوى، وراح نتكلم على قضية التصويت وكذلك قضية لجنة التحكيم، وراح أيضا الأسماء اللي شاركت معنا عبر الاتصال المباشر كذلك راح تدخل معنا السحب،
والثلاثة أسماء اللي شاركوا معنا عبر تويتر والأسماء اللي تطلع أصواتهم الآن اللي شاركونا خلال 24 ساعة راح يكونون معنا بإذن الله تعالى بالسحب النهائي. مين بياخذها؟ الله العالم. ناخذ معنا اتصال أخونا وحبيبنا سليمان الحيدان، فزت معنا في حلقة 16. كيف حالك سليمان؟ يا هلا وسهلا، حياك الله. على البركة على البركة على البركة. الله يبارك فيك وجزاك خير. شكلك متشقق ومبسوط مرة ولا لا؟ والله تفاجأت حقيقة، وكانت حقيقة مفاجأة سارة. الله يجزاكم خير. جزاك الله. لا إذا كنت مرتاح من المفاجأة رجعها عادي. ناخذها ناخذها. الله يوفقنا وياك. الله يحييك الله. الله يطعمك من خيرها ويكفيك شرها وعلى البركة ما شاء الله. الله يبارك فيك ويجزاكم خير، يجزاكم عنا كلكم الخير. الله يجزاكم. الله يطول عمرك ويا مرحبا. يعني نعتبرها يعني بغض النظر عن الفوز وما الفوز، نعتبرها قناة رائدة حقيقة، وهي كانت نواة للإعلام المحافظ حقيقة. الله يجزاكم خير. الله يبيض وجهك ويرفع قدرك ويشكر سعيك. الآن أنت بتفوز بإذن الله عز وجل واحد من الجمهور اللي اتصلوا. بتشوف الأرقام. أنت عنده تلفزيون الآن طال عمرك؟ لا والله أنا الآن بالسوق. يا زين وزير يلا يلا قل لنا عيد. ليه قلت عيد وقفنا؟ يلا يلا وقف. أنا نهيك له بالعيد السعيد فاطمة فهد الإنزي، المملكة العربية السعودية، محافظة العلا. العلا الله يوفقك. يا ليت عندنا سيارات بعدد كل اللي شاركوا ونعطيهم إياها، لكن في النهاية محدودين حقيقة بعدد معين. واتصال جديد وأقول سلام عليكم. مين معانا؟ يا السمي يا خالد. راح خالد، شكل راح خالد راح. يا هيا أخت هيا. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. كل سنة وانتي طيبة يا أخت هيا. وانت طيب إن شاء الله. جاهزة تاخذين معانا السيارة يا هيا؟ اي إن شاء الله بإذن الله. ملابسك وكلها جاهزة؟ اي. يلا بسم الله. يا هيا مبروك عليك دخولك بالسحب، وإن شاء الله نقول مبروك لك فوز السيارة. الله يبارك فيك. بتطلع لك مجموعة من الأسماء، قولي لنا وقفوا. ها طيب. يلا يا هيا يلا يا هيا. وقفوا وقفوا يا شباب. بدري يا محمد القعود. بعدين بدري يلا مبروك. هذا اللي يقول الله يرزقني يرزق مني. ها معنا عادل. حياك الله يا عادل. الله يحييك. كيف حالك طال عمرك؟ بخير الله يرضى عليك. سلامة وخير. وانت بخير وسلامة. وعامين الله يطول عمرك ويرضى عليك. من بتعايد بكره؟ اول واحد بتزوره من في العيد؟ الوالده ان شاء الله. الله يطول عمرها ويخليها لك يا حي ويا قيوم. عادل انت الان بتطلع لك الشاشه وبتشوف رقم زين مميز وبتقول وقفوا. يلا شف بسم الله. يلا الله يرزقك يا عادل ويرزق اللي بترشحه. امين. يلا وقف سعيد طارش، سعيد الشهراني، خميس نشيط، المملكة العربية. ما خميس نشيط والمملكة العربية السعودية. يا أهل خميس نشيط خليكم حول التليفون، يمكن تكون السيارة من نصيب واحد من أهلكم. وناخذ أيضا اتصال من المغرب وأقول سلام عليكم. هذا فاز معنا الظاهر شكل. يا سعيد. نعم. كل سنة وانت طيب يا سعيد. ها وانت طيب. انتوا اعلنتوا مبارك. مبارك علينا وعليك يا سعيد. اعلنوا عيد عندكم بكرة ولا لسه؟ لسه. لسه لا. يلا احنا يا سعيد انت فزت معانا بالسيارة رقم 14. شكرا. كيف كان شعورك اول ما تلقيت كذا وشفت اسمك ما طلع على الشاشه يا سعيد؟ انت عارف يعني فرحان. و كم مره حاولت انت تتصل علينا يا سعيد؟ لحسب بغير عدد. ما عدد ما يحسب. ها الحمد لله. الله يعطيك خيرها ويكفيك شرها يا سعيد.
ونبغاك الان تدخل السعاده على احد اللي شاركوا معانا، حتظهر لك مجموعه من الارقام، قل لنا سعيد وحنا بنوقف. يلا يلا يا سعيد، قل لنا سعيد. نعم. قل سعيد. عيد سعيد. يلا كامله. سعيد 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 سعيد. عبد العزيز سيف القحطاني الخرج 055. بس ما شاء الله. يا مرحبا محمد، حياك الله يا ابو حميد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذا ما شاء الله تبارك الله حق الخرج على طول بيدخل باقي جواله مباشره. في بعض الناس يدخل اكثر من مره من حرصه. ومن عمران من مكه، حياك الله يا عمران، كيف حالك يا عمران؟ السلام ورحمه الله. السلام ورحمه الله وبركاته. مبسوط يا عمران؟ الحمد لله. تخيل ان نتصل نقول انت اللي فزت، وش شعورك؟ ان شاء الله. يعني تبي السيارة وتبي إن شاء الله الاتصال والمباركة بإذن الله عز وجل. من بتبارك له يا عمران؟ بارك لكم. آمين. وبارك لجميع إخواننا المسلمين. آمين آمين. وبارك لأمي وأبوي وأخواني. آمين. الله يرضى عليك. تطلع الأرقام الآن عندك وتختار اسم، يعني تقول لنا مكة. يلا. أوكي. أوكي. وقف. حسام محسن السعودية. هذا الكلام ما شاء الله. هذا الكلام. انا ابو عبد الرحمن محاصر بهال محاصر، انا محاصرين بهالبالونات. الله شوي مره ما يتاخذ خير الشباب. الشباب ما شاء الله. ومعانا ايضا اتصال جديد، واقول السلام عليكم. من معانا؟ اخت مشاعل. السلام عليكم مشاعل، معانا؟ ترى بعض الناس مع الفرحة يعني. والله أبو عبد الرحمن أنت قضيتها على مقاضي العيد. والله قضيتها كلها الحمد لله. كلها يعني العادة قبل، يعني قبل رمضان حتى أخلص أموري كلها. يعني أنك تزرق نفسك في هالعشر الفضيلة مو بارد. وطبعا الأسعار تزيد. نعم. وضغط. معلش أختنا مشاعل كانت أحد الفائزات اللي فازوا معانا بأحد حلقاتنا الماضية، كان ودنا ناخذها على الهواء اذا كان رجعت معانا على الخط. فنقول ابو عبد الرحمن انت العاده شكلك تاخر او تزلق نفسك مع شكلك ما والله. لا انا لاني اقدر. تعرف هذه السنه السادسه نعم لي في البرنامج، اقضي دائما بالرياض فما نعم. اجي الحمد لله لان انا مخلص ان بعد رحمه من الله. يعني لبسنا هو نفسه، هو غتره وعقال البلا يعني من الاخوات الكريمات الله يعينهم، تفصيل وموديل وشكل الى اخره. حتى لو بتروح للحلاق كلها يبي لك ربع ساعه نص ساعه. هم يروحون يقعدون ويطولون الله يكون في وقت كبير. الله يوفقهم. طبعا حقيقه اجدد شكري لطاقم الاعداد على راسهم سعاده الدكتور فهد البياهي، نقول له بيض الله وجهك وما قصرت. ورجعت لنا مين معانا؟ مشاعل. ما يا مشاعل السلام عليكم. يا مشاعل. مشاعل. ايوه نعم. ارفعي لي صوتك شوية مشاعل. كل سنة وانت طيبة. طيب. مشاعل انت اللي فزتي معانا ليلة 17 او يوم 17 بالسيارة. ايش؟ انت فزتي معانا؟ ما تدري. انت اللي فزتي ما فزتي معانا بسيارة؟ الا ايه. الله ترى بنسحبها. نسيت انك فزتي يا مشاعل. نسينا ما كلينا. يلا. مشاعل اعطيني يعني انطباعك ومشاعرك اول ما جاك الخبر وسمعتي يمكن وحنا نقول الف مبروك المشاعل. فرحت والله. ومين اول واحد بلغتيه؟ اخواني. اخوانك على طول ها؟ اخواتك. اخواتك. يلا الله يعطيكم خيرها ويكفيكم شرها. مشاعل زي ما فزتي انت بالسياره نبيك تساهمين ايضا بترشيح احد الاخوان او الاخوات يفزون بالسياره. راح تطلع لك الارقام، قولي لنا وقفوا. يلا. وقفوا. يلا 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 وقفوا يا جماعه، تقول لكم وقفوا. وقفوا. وفاء عبد الله القحطاني السعودية أفهم. ما شاء الله القحاطين سوقهم ماشي ما شاء الله. الله يوفقنا وياهم. الآن معنا الأخت سلوى، وهي ممن تعب وسهر واجتهد
واخذت وقت كبير جدا جدا تجيب لنا فكرة مميزة في احد الافلام اللي تم ترشيحها النهائي جدا جدا جدا. بس خلينا نسمع الاخت وشلون المعاناة اللي قضتها معنا. حياك الله اخت سلوى. السلام عليكم. اول شيء يعطيك العافية على هالجهد وعلى هالشغل المرتب. يعافيكم ربي. ترفعين الصوت شوي لو تكرمتي. كم جلستي وانت في هالفكرة الله يرضى عليك؟ كم جلستي؟ تقريبا 4 ساعات. بس 4 ساعات جبتي الفكرة هذه؟ ايه تقريبا. ما شاء الله. طبعا كنت متوقع انك تفوزين او انك يعني تترشحين لهالشيء؟ مو كل امري لله. طيب ما شاء الله ما شاء الله. يعني حنا طبعا في عندنا لجنة تحكيم وتصويت ما شاء الله السوق عليها. كان هي حقيقة الأخت سلوى وعندنا والأخت منى. فظهر يا أبو عبد الرحمن وين السيارة اللي عندنا حنا؟ وين السيارة؟ وينها؟ نقول مبروك مبروك مبروك. الأخت سلوى نقولها ألف 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 مبروك ما شاء الله. يعني كان في تنافس كبير جدا. نعم. وفي تقارب بينك وبين الأخت منى، الأفكار رائعة جدا جدا، التصويت يعني ما شاء الله أنت فزت فيه بشكل يعني فيه تقريبا حدود 300 صوت أو شيء. ألف ألف مبروك. وهذه مقاطع من الفيلم اللي أنتجته الأخت الكريمة. نبغى همة الناس انهم يعني يسوون لها رتويت اكثر، يدعمونها اكثر واكثر، ينزلونها على اليوتيوب. جهد مو بسهل. احنا كنا من بداية الشهر وانا نكرر في كل حلقة نقول يعني ادخلوا معنا ادخلوا معنا يا جماعة الخير. الف الف شكر ومبروك. عندك كلمة بتقولين يا اخت سلوى؟ هاي سلوى شكرا ما قصرت. الله يوفقنا وياها ما شاء الله تبارك الله. يعني حقيقة جهد كبير بذلوه الأخوات والإخوان، وأنا أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم ووضعوا أفلامهم حتى اللي ما فازت. يعني يكفي حقيقة الجهد. وأنا أقول اللي أيضا ما فازوا حاولوا مرة ثانية، أنتجوا بعض الأفلام. الفكرة هي أن توصلون هذه الرسائل الفائدة، فكل الشكر والتقدير لهم. يا جماعة سيارتنا الليلة مين اللي يأخذها؟ بعد الفاصل. كل يوم كل يوم كل يوم سيارة، 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 كل يوم كل يوم كل يوم سيارة. هذا البرنامج برعاية مرحبا. يا مرحبا وحياكم الله. وجينا للسحب النهائي واخر حلقة معنا في كل يوم سيارة. بس احنا كلمنا ناس واجد اليوم. الله الله. طب هل الاوراق اللي موجودة هنا يا ابو عبد الرحمن حتى ايضا نوضح لكل من يتابعنا، الاسماء اللي موجودة هنا كل الاسماء اللي شاركت معنا خلال ال 29 اليوم الماضية بالاضافة للي اليوم. نعم. اللي ما فازوا اللي شاركوا معنا بالحلقة الاولى والثانية والثالثة أسماءهم أيضا موجودة هنا. هذه الأسماء. طيب وش قصة اللي هنا يا أبو عبد الرحمن اليوم؟ بسم الله بنكب الرز. يلا بسم الله بالجريش. طيب هذه الأسماء ايش اللي موجود عندك يا أبو عبد الرحمن؟ هذول يسلمك الله حقين اليوم اللي اتصلنا بهم. يلا. واللي كل واحد رشح ايه. رشح
طبعا ابو عبد الرحمن احنا الهدف حقيقة ان تكون هذه العملية مباشرة امام الجمهور، انه يتم وضع الاسماء اللي شاركوا والخلط يدوي. احنا عندنا آلية الاختيار التقني، لكن حقيقة حرصنا ان يكون في مستوى الشفافية عالي جدا. ابد الناس ما شكت في شيء اي شيء ابو الله يزكي نتم بسيارات الله يوفقنا وياهم، يسر امورهم، يطعمهم الله من خيرها، يكفيهم شرها. خلنا نخلط بعد ابو عبد الرحمن يمين ويسار كذا على اساس انه ما شاء الله الكل ياخذ حقيقة له لبن طلع زبدة ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. ابو عبد الرحمن مين تتوقع يفوز؟ والله اتوقع والله احتمال متصل، انا اظن متصل ها؟ نعم. أما لو عارف اللي حق امس وقبل امس اللي فاز مرتين ما شاء الله ما شاء الله اللي اخذوا الألف ريال والألف خذ سيارة، والله التوفيق توفيق من رب العالمين. بسم الله بسم الله بسم الله قولوا ما شاء الله تبارك. دخل دخل يا ابو عبد الرحمن يدك. بسم الله ثنتين ها؟ خلنا نطلع ثنتين، انت واحدة وانا واحدة في النهاية واحدة يا ابو عبد الرحمن. يلا خذ لك واحدة. بسم الله على هونك على هونك. بسم الله بسم الله. هذه هي حق الحلقة الأخيرة الأخيرة الأخيرة، سيارتنا الأخيرة الأخيرة الأخيرة، ما عقبها شيء. لا ما عقبها شيء، خلاص يزي. هذه آخر سيارة موجودة، هذه آخر سيارة موجودة عيد وإنا ماسكينها. أقول ألف مبروك ألف مبروك للأخ علي الزيد، أحد مشتركينا في قناة المجد الفضائية. مبروك ما شاء الله ما شاء الله. اذا الف مبروك اخونا علي ال زيد. ايش بتقول له يا ابو عبد الرحمن؟ اقول الله يطعمه من خيرها ويكفيه شرها. وعلي هذا ما شاء الله محظوظ بشكل ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. اخونا وحبيبنا، يعني انت دخلت اليوم مع مجموعات كبيره من الناس ما شاء الله، يعني من اول الشهر الى اخر الشهر الى تويتر الى 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 اخره ما شاء الله تبارك الله. الله يرزقنا وياه ويشكره. الله يجزاك ابو عبد الرحمن، ابيك تفضل هنا يا ابو عبد الرحمن. الله يبارك حقيقه، يعني من اللي شاركوني في برنامج كل يوم سياره وكان له حضوره حقيقه المميز وتشرفنا فيه في هذا العام ابو عبد الرحمن، جزاه الله خير. وهذا حقيقه درع تذكاري مقدم من برنامج كل يوم سياره. بيض الله وجهك، تستاهل يا ابو عبد الرحمن تستاهل. الله يجزاك الله يعطيك العافيه. الله يبارك فيك، تستاهل يا ابو عبد الرحمن. الله يبارك فيك. لا 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 يجزاك الله خير. الله يرضى عليك، وانا سعيد جدا جدا يعني بهالبرنامج، وانت ودائما وانا اكرر اقول انت عرابه بيض الله وجهك. الله يجزاك يعني في همه وفي متابعته وفي جميع اموره. بيض الله وجهك. جزاك الله خير يا جماعه، بيض الله وجهكم وما قصرتم. هذه كيكه العيد يا ابو عبد الرحمن، نرفعها قبل الناس. اي جزاهم الله خير، واكرر شكري حقيقه لكل طاقم العمل في الرياض والقاهره، كل الشباب اللي اشتغلوا معانا. يا جماعة سمحونا إذا صدر مننا خطأ، اجتهدنا بقدر ما نستطيع، إن كان في توفيق فهو من رب العالمين بإذن الله. جزاك الله خير أبو عبد الرحمن، ما قصرت. كل الشكر والتقدير للأستاذ وائل المصري وأستاذ ماجد صلاحات، بيض الله وجهكم ما قصرتم. أعزائي المشاهدين، بإذن الله الله يجمعنا وإياكم على خير، كل سنة وأنتم طيبين، في أمان الله، نلقاكم على خير. مع السلامة، حافظكم الله. يا مرحبا يا مرحبا. Thank you.
هذا البرنامج.